مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم وجبه لذيذه قوي، بتهيألي هتعجبكم. هعمل لكم اسياخ سلمون المشويه مع البطاطا الحاره بالليمون. عشان البطاطا او البطاطس هتاخد وقت اطول شويه، فتعالوا نبتدي بيها ونشوف مقاديرنا ايه مع بعض. اول حاجه انا عندي 3 معالق كبيره زيت زيتون، عندي معلقه كبيره كمون حب، معلقه كبيره كزبره حب، عندي 7 فصوص ثوم شرايح رفيعه، عندي واحده فلفلايه حمراء شرايح رفيعه حاره، عندي 200 جرام طماطم تشيري، 750 جرام بطاطس او بيبي بوتيتو متقطعه مغسوله ومتقطعه، انا سايبه قشرها عليها، عندي نص معلقه سكر، بشر ليمون اضاليا، عصير واحد ليمون اضاليا او ليمون عاديه برده مش مشكله، ربع حزمه كزبره خضراء مفرومه، ملح فلفل اسود وبشر ليمون وسماء باودر. هبتدي اول حاجه ان انا عايزه احمص البهارات بتاعتي شويه الاول، فهحط شويه زيت زيتون وهنزل الكزبره حب والكمون حب. انا مختاره ان احنا نستعملهم حب عشان طعمهم بيبقى فيه الطاز يعني طازه اكتر من لما بنعملهم باودر. هحط الكمون والكزبره حب وهحط عليهم على طول الثوم والفلفل الحراق. اول ما ابتدي اشم ريحتهم طلعت هنزل على طول الثوم، على طول ريحه الكزبره والكمون تحفه، مش ريحتهم حاجه ثانيه خالص. هحط دلوقتي الثوم كده، تمام ريحتهم بقت حلوه قوي وتحمصوا. هنزل الطماطم، وكمان الملح والفلفل، ودلوقتي هنزل معلقة السكر. السكر هيعمل زي طبقة مكرملة كده حلوة قوي في البطاطس بعد ما تخش الفرن، فمش محتاجين ان احنا نسويه لان لسه كده كده هيكرمل في الفرن. اخر حاجة هنزلها هي البطاطس. البطاطس مش هسيبها كتير على النار لان هي كده كده هتخش الفرن، فهي كده تمام جدا. تعالوا بقى نحطها في الصينيه ونطلع اللي انا سويتها. زي ما قلت لكم هتاخد تقريبا 40 دقيقه وهتكون استوت. بعد ما تطلع من الفرن هنحط عليها بقيه الدريسنج اللي احنا هنستعمله دلوقتي في الصينيه الخلصانه. ندخل دي، تعالوا نحط بقى الحاجات اللي فاضله. هنحط اول حاجه الليمون طبعا، والبطاطس السخنه هتمتص كل الخضره وتعمل كزبره والليمون وقشر الليمون. هحط الليمون، وهحط بشر الليمون برضو هيدي مزازه حلوه قوي للطبق ده، يعني معلقة صغيرة مش كتير. هحط الكزبرة الخضراء، هنقلبها كمان شوية معاهم. تعالوا نقلب كله مع بعضه الأول. تعالوا بقى نغرفها في طبق تقديم وبعدين نعمل مع بعض السمنة. البطاطس طبعا استوت، وزي ما قلت زي ما قلت لكم يعني انا حطيتها على نار شويه صغيرين وبعدين خدت 40 دقيقه في الفرن، فاتحمصت الاول حلو، وبعدين الجلد بيحافظ على انها تفضل محافظه على قوامها، ما تتهريش منك لما تخش الفرن، وبرده بيدي طعم حلو قوي، بيحافظ على قيمتها الغذائيه، مش محتاجين نشيل خالص قشره البطاطس. ريحه الليمون مع زيت الزيتون مع الثوم مع الكزبرة الناشفة
والكمون تحفة طبعا لما كل الحاجات اتحمصت مع بعض ادت ريحة تانية خالص. تعالوا نقدم البطاطس ونطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض السلم من المشوي مع صلصة البقدونس. خليكم معايا. ورجعنا لكم من الفاصل. اخر حاجه بس كنت عايزه احطها على البطاطس، احنا كده خلصناها، بس هحط على الوش شويه سماق باودر عشان هيدي مزازه حلوه قوي للطبق. كده البطاطس بتاعتنا تكون خلصت. تعالوا بقى نبتدي نعمل مع بعض فسيخ سلم من المشويه مع صلصه البقدونس او بيسموها البقدونسيه. تعالوا نشوف مقادير السلم من ايه نبتدي فيه الاول. اول حاجه انا عندي 800 جرام سمك سلمون فيليه، أنا مقطعاه مربعات أو تقطيعة الشيش طوق شوية عشان هحطه في الأسياخ. عندي معلقة بهارات سمك اللي هي عبارة عن كمون وكزبرة وبابريكا وفلفل أسود. عندي 2 معلقة سماق، 4 معلقة زيت زيتون، 2 بصلاية مقطعاها شرايح عشان برضو تتحط في الأسياخ، 12 ثمرة طماطم شاري برضو للأسياخ تتحط مع السلمون والبصل، زيت عباد شمس، ملح، فلفل اسود، ووجز ليمون للتقديم. طيب اول حاجه احنا هنعملها، وعندي كمان معلقه صويا صوص. اول حاجه هنعملها ان انا عايزه احط التتبيله كلها على بعض واحط فيها السلمون. طبعا زي ما انتم عارفين لو اي حاجه بتتشوي ونقدر ان احنا نعمل المارينيشن بتاعتها من بدري يفضل علشان تشرب كويس قوي من طعم الصوص. فانا كنت مجهزه شويه برده موضباهم، ودلوقتي هعمل معاكم اللي فاضل ننزله في الصوص مع بعض. هحط اول حاجه زيت الزيتون، وهنزل كل البهارات بتاعتي، معلقه كبيره من كل حاجه، كمون ريحته برضو، هو والكزبرة على طول بتطلع، وهحط عليهم طبعا ملح وفلفل. هقلب الصوص ده، واخر حاجة هزودها عليه هي صويا صوص، وهي دي تتبيلة السلمون المفروض طبعا يبات فيها او يقعد فيها اطول فترة ممكنة في التلاجة قبل ما نحطه على الشوايه. حلو، ننزل السلمون فيه، وبعدين نبتدي نحطه في الأسياخ مع الطماطم الشاري والبصل. عايزاه يتغطى من كل النواحي كويس قوي عشان ياخد لون طبعا، وعشان يستوي من الصوص ده. كده تمام. أنا عايزة أحط البصل والطماطم مع السلمون علشان طبعا لما هيبتدوا يستوي او يتشوي مع السلمون هيدوا طعم حلو قوي ليه. احط البصل الاول، وبعدين هزود سلمون، ممكن برضو طماطم عاديه بس هي دي اسهل وبرضو بتدي شكل حلو. احط بصل تاني، وبعدين سلمون، وهنكرر نفس الموضوع في الباقي. طبعا انا كنت مسخنه الشوايه، هحط عليها شويه زيت صغيرين خالص ونبتدي نشوي عليها السلمون. انا عايزه الاول اديله لون قبل ما ادخله بعد كده الفرن. تعالوا ننزل السلمون على طول. انا كل اللي انا عايزه اعمله ان انا عايزه اديله لون او اديله وش قبل ما يخش الفرن. ف الكراست الخارجيه دي بتحافظ على طراوه السمك من جوه، لانها بتحافظ على درجه الحراره المظبوطه انها تساويه من قلبه، لكن من غير ما السلمون من جوه ينشف.
فكل ما كان فيه كراست شوية تخينة أو طبقة تخينة خارجية كل ما بيبقى طبعاً غير قرمش بيبقى طعمه أحلى، إن لحم السمكة نفسها ما بتنشفش منه. فبعد ما حديله اسمها يعني سيزلينج أو بديله صفعة كده على الوشين، هدخله الفرن يكمل سوا جوه الفرن. أنا كده السلمون بتاعي خذلون من كل الجوانب، طبعاً الصويا صوص وزيت الزيتون هم أكتر حاجات ساعدت على إنه ياخد لون بسرعة. تعالوا بقى ننقله في صينية الفرن. هو مش هياخد أكتر من 5 دقايق في الفرن وهتكون السلمون نفسه من قلبه استوى. وعلى ما السلمون يستوي هنعمل مع بعض صوص البقدونس أو البقدونسية اللي هنقدمها معاه. هندخل الفرن الأول. وتعالوا نعمل مع بعض صوص البقدونس، نشوف الأول مقاديرنا إيه. أنا عندي 40 جرام بقدونس، عندي فص ثوم مفروم، 90 ملي زيت زيتون، ليمونة، ممكن ليمونة أضالية أو ليمونة عادية زي ما تفضلوا، أنا بفضل الليمون الأضالية دايما في أي حاجة فيها صوص. و بس كده. تعالوا نجيب كبة عشان احنا عايزين نضرب الصوص ده لحد ما قوامه يعجبنا او يكون القوام المظبوط. هحط البقدونس واحط الثوم عليه وعصير الليمون، هي نعصرها. نحط الليمونة كاملة وهنبتدي نزود زيت الزيتون حبة حبة لحد ما نوصل القوام الصوص المظبوط. هزود كمان آخر حاجة طبعا ملح وفلفل كده. تمام، نحط شوية فلفل أسود شوية ملح. خلينا بقى نزود زيت الزيتون، هنزود حبة ونشوف كل شوية وصل لإيه. أنا كده القوام بتاعه شايفاه تمام. أنا كده الصوص البقدونسية بتاعي جاهز. تعالوا نطلع السلمون من الفرن. زي ما قلت لكم ما خدش أكتر من 5 دقايق استوى وأوريدي كان واخد كراست حلوة من لما حطيناه على النار. عايزين نقدمهم ونحط عليهم شوية من الصوص. وعايزة كمان أحط شوية من الصوص. باقي نحطه جنبها للي يحب يزود. وبكده نكون خلصنا النهارده. عملت لكم البطاطا الحاره اللي بزيت الزيتون والليمون، وعملت لكم اسياخ السلمون المشويه مع صوص البقدونسيه. طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعمورون.